بسام سيد، سيد رحماني، هل صعدت للسلطة هل تعطي أوامر للمخابرات للتعامل مع الموصل علنية؟ بسام سيد، كل المخابرات تاع كل دول العالم تتعامل مع المخابرات تاع كل دول العالم، حاجة اسمها المخابرات دابور مش قضية تعطي أوامر، دابور قضية تحديد استراتيجية استعلاماتية حسب المصلحة الوطنية. دونك كي تمد انت واش يتعاملوا يعني رونديو لهم كونت ولا يوليو صحاب يتقهوى ولا لي سيرفيس سيكري بوكو سي دي سيرفيس لو رول ديجا سي تو سكي ايليغال سي او. كاين ان اداج ان بروفيرب عند لي سيرفيس سيكري في العالم بكل اون جينيرال يقول لك تو سكي ايليغال نو كونسيرن با، كل ما هو شرعي بالك ليغال شرعي هي. لا كل ما هو شرعي ولا حاجه هكذا خاطينا ça veut dire c'est des gens qui travaillent dans l'illégalité toujours totale. Là, c'est le propre des services. يخدموا في الصح في الصح في الصح امام سلطه القانون ما يخدعولهاش لانه القانون ما يقدرش يكون على باله لي زاكتيفيتي تاعهم وكيفاش يديروا لي زاكتيفيتي تاعهم بصح كي تصرا ديغا هنا وي في النظام تاعنا عندنا في لا ستركتور تشوفها في الكتاب من بعد عندنا كومون كونترولي تو لي سيرفيس دو سيكوريتي جامي تكون المساءله نتاع لي سيرفيس دو سيكوريتي علنيه الا اذا ما كان الضرر قاس لا دينيتي دان ارجيريان او دو ارجيريان او دو بابل ارجيريان برك صادير سي با قال دار مخابرات راح سكر في بار ولا صايم يصلي في مسجد ولا قلق من واحد نار واجب التير عليه ولا هذا راح يشرح القضيه نورمال كمواطن عمل الكريم وكتاش يتحاسبوا هاد الاجهزه مثلا لارمي تاعنا ديبلويات مثلا في النور دو مالي لي زانفورماسيون ايتي فوس ودرنا نص باتايون هنا يتحاسبوا لي رونسينيمون ميليتار اي دوا جوستيفي علاش صرات علاش ما كناش على بالنا شي زانفورماسيون ما عندناش علاش ما بريباري لو تيران جو سي با قال ما على باليش انايا تصرا اون فويت في ان كونترا الجزائر تنيغوسي فيه جو سي با انايا مع لا روسي في لا ترانسفورماسيون نتاع جو سي با انا تاع نيمبورت كال ماتيار بريميير ولا تاع نيمبورت كال ميتال ولا تخرج لانفورماسيون بعد لقاو بلي سي دي سانكسيون في لا كوميسيون اوروبيان اكسترا هنا المخابرات او راح وراجع مع الكونتر اسبيوناج لانتيليجونس ايكونوميك واش صرا كيفاه منين جات لا فويت مخابرات يا جماعه غير خليهم الا كان تسمعوا دابا ذاك مخابرات ارهابيه شي تسمعولوش او دابا او دابا جماعة او حمارة او لا حاشا الحمارة خلينا سي دي زابريتي مي سي رحماني جامعنا بيان سافوار كومون لي بيي بلون حابو اوار ان بيي كوم الجيري مدام مرضى تمازيخت لا ريفوليسيون الجيريان ا ايتي ديتورني انفلتري ريكوبيري بار لو كولونياليزم كي ا اوفري افيك لارمي دي فرونتيير بور كو سا ديفيان اون نيو كولوني. Les pieds blancs, c'est des Français, beaucoup de Français, mais qui sont d'origine italienne, d'origine maltaise, des Juifs, qui sont restés en Algérie jusqu'à présent. Ils ont pris de faux noms, de faux prénoms, ils ont profité de des activités de l'OAS à l'époque, Dash, اللي كان في قسنطينة طالع في وهران واللي كان في وهران راح المشرية واللي كان في المشرية طلع هكذا اي سون ديفو برينسيبالمون في لي غروند فيل باسكو في الدوار الناس تعرف بعضها دونك دخلوا لي غروند فيل دخلوا لي غروند فيل سي بوركوا حكموا لا ماجيستراتور حكموا لونسينيومون حكموا لي زاكاديمي هذاك الوقت حكموا لي ليسي وبيان سور بون كي حلا جا السيد كان في الجبل اللي ضرب في القرنينه هبط علموه ياكل بالموس والفرشي طاح له قال لك هذه هي الدنيا بوم دينو هما زوجوه هما زوجوه اكزيجون مرتو المهم بورو بورو استاذ رحماني لازمك الشعبيه باه تدخل المعركه السياسيه حاول ان تستخدم الشعب لذلك نستخدم ماشي نستخدم انا نحب نتصور مع المواطنين الشعب والله ما عندي ما ندير به باسكو الشعب ما يصلحش شوفوا المواطنين اللي الناس اللي عندهم قناعات وعندهم وعي سياسي هذاك مواطن هذاك انسان الاخر مسكين الله غالب عليه الاخر لازم توعيه لازم يطلع لدرجه الوعي لازم يطلع لدرجه الوعي سناش من هنا
Comment assurer des élections sans fraude en 2024 par FFV? Karim K, le FFV, Ushigul, c'est un parti qui va renaître de ses cendres. C'est un parti qui va demander l'agrément, qui va déposer un programme, qui va déposer une feuille de route, qui va réclamer la modification des lois électorales. Ah, bla fraude, Ali. Il traite le Kawanin, l'intichabia. Juge, le jeune Mouraqaba, l'intichabia, met Bkash. تكون تاع هذا بولحيه الطيوان هذا نسيت اسمه ديجا كلب هذا يكتب اكثر من اللي تنفس وجماعته توت لي لوا دواف شونجي اي لا لوا لا بلوز امبورطونت حق الترشح لاي جزائري شرط واحد عنده الاهليه وعنده كيما نقولوا حنا الجنسيه الجزائريه اصليه مزوج طليانيه هنديه بروسيه ريزيدون في كندا ريزيدون في امريكان جزائري عنده جنسيه اصليه عنده الحق يصبو الى منصب الى لو دووا دافوار لومبيسيون دات بريزيدون دو لا ريبوبليك بارك مي سي جامي 2024 اون ا با لاغريمون اي فيل با شانجي لي لوا دون سي كالا اون راب اون ابيلرا الى اس سي ام مدني تحت قياده جبهه القوى الحيه باسكو كون يعودوا يخرجوا لو ميم سيستيم يجيب لكم كيما نقولوا حنا يزيد يكمل يكونتينيو بور ان ابري موندا 2024 ربنا ولك الحمد خلاصتو قضيتو ورحتو ما بقيتوش تهزوا حجره بيضاء على 200 سنه اي جو بيز هضرتي باسكو المجتمع بكل اللي يولي 99% يولي جاهل اللي قاري شويه يحكم الطياره ويروح باسكو الخارج يسحق الجاهلين واش راحين يورثوا ولادهم الجهل بعينه وكيف نوليو يولي جاهلين قاعدين يكفروا على الحليب كان اون سوسيتي اسمها ميتال ان تكستان جات الجزائر تحفر باي ماده كيميائيه اور نورم تجبد ترمي عليك تيبا وتجي رايحه 2024 سي ليشيونس يا نحيهم يا عظم الله اجرنا فينا سي تو سي ليشيونس C'est ça 2024. C'est novembre. Et... Donc, on revient. Quand vous avez dit que 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 vous Ils essaient de créer, de tester. Donc, votre حساس. بداو يخرجوا دوك تاعهم اللي. Si, شوف, c'est la même machination de 2017-2018.